أين نحن؟ أعتقد أن هذا تحدي جديد. كم هذا ممتع! هل يمكنني البدء؟ أنا متأكدة أن هناك شيئا لذيذا في تلك الخزنة. لم أخمن تماما، لكنه رائع أيضا. هناك جبل من البوب إيت، إنه غريب نوعا ما. رائحته لذيذة. واو، أستطيع أكله. عزيزتي، هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أكل المطاط. أنت لا تفهمي أي شيء، إنه ليس مطاط، إنه مرميلاد. كم هو لذيذ. أريد أن أكل كل شيء دفعة واحدة. يصعب وضعه في فمي، لكن يمكنني التعامل مع الأمر. كم أنت محظوظة، نحن نحسدك. بالتأكيد لن أتردد في تجربته. لقد كان لذيذا، لكنني أكلت كثيرا. ربما ستعطينا البوب الأخير. أقترح أن نأخذه بأنفسنا ولا نسأل. في الواقع يمكنني رؤية كل شيء، لا حاجة للمس البوب إيت. أنا سأكله بنفسي. حسناً حسناً، سأعتني بخزنتي. ما هذا بعد؟ لا أصدق عيني، يبدو أنها تتحرك. إنها ديدان حية. يا له من كابوس. لا أريد أن أكون في مكانك أبداً جولي. أبعدهم عني. يبدو أن ديدان الخاصة بك ذهبت مباشرة إلى ميلا. ماذا فعلت يا جولي؟ أزيلهم الآن. حسناً اهدئي، أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. ميلا لديها دودة تحت أنفها. لكن هذا ليس مضحكاً على الإطلاق. أليكس يكفي. عزيزتي لا تقلقي، سأزيلها الآن. أوقفي تشغيل المكنسة، لقد امتصت شفتي. كنت مضحكة جداً. واو، انظر إلى ما حدث لميلا. شفتي مثل الزلابية المنتفخة. هذا كله خطأك. أنت الملام يا أليكس. كان يضحك طوال الوقت ويشتت انتباهي. حان الوقت لتعليمه درساً. ماذا فعلت يا جولي؟ فمي مليء بالديدان. لكن الآن يمكننا أن نضحك عليك. بالمناسبة نسيت تماماً خزنتك. هناك جرة غريبة هنا. ليس لدي فكرة عما هي. ربما تستحق التذوق، وسأفهم كل شيء. حسناً، كيف تشعر؟ يبدو أن شيئاً ما يحدث لي، لكنني لا أعرف ما هو. ميلا انظري، لقد أصبح أليكس صغيراً. بالضبط، هذا يليق به، إنه لطيف جداً. أليكس، سأضعك على المنضدة. شكراً لك ميلا، لكن كان ممكن أن تكوني حذرة أكثر. نحبك يا أليكس، ابقى دائماً هكذا. لا أمانع. واو، بوب إيت، يمكنني أخيراً أن أجربها وأقفز عليها أيضاً. مذهل، إنها أفضل من الترامبولين. ماذا تفعل يا أليكس؟ أنا أستمتع بالحياة. هذا لطيف جداً. أرسل لكم قبلة في الهواء. سأتوقف عن القفز، أنا متعب بالفعل. ربما يمكننا اللعب قليلا. ماذا؟ لا، لا نفعل أشياء غبية. لم يكن عليك أن تعضني، كان بإمكانك أن تتحدث. لكن هذا ممتع للغاية. هل تتحدث عن المتعة؟ الآن سوف أريك ما هي المتعة الحقيقية. بدأت المعركة. بماذا تفكر يا جولي؟ تريد مني هزيمة الدودة؟ سهل، سأهزمها في ضربة واحدة. على الرغم أنك لن تهزمها. لا مشكلة، لدي فرصة للتعويض. أحسنت يا أليكس، أنت تفوز. هزمتك أيتها الدودة الغبية. لم يبقى الكثير. فوز. يا لها من قوة رائعة، لقد أدهشتنا. حسناً، حان الوقت للعودة. لقد عدت إلى ما كنت عليه من قبل. وأنا سعيد بذلك. هل يمكنني أن أبدأ هذه المرة؟ نحن لا نمانع. واو، هل ترى هذا؟ حصلت على آيفون. يا له من رائع. هذا ليس سبباً للتفاخر. يجب أن تحسدوني جميعاً، لم يكن لديكم هذا الهاتف. أليكس، ابتعد عن إطار الصورة. حسناً أيدي، سأخذ الهاتف. يبدو أن هذا سيدوم لفترة طويلة. أعطوني إياه، يكفي. ماذا تفعلين يا ميلا؟ سأخذ الهاتف مرة أخرى الآن. لا تزعجني، أنا ألعب.
في الواقع أريد أيضا اللعب. أنا أيضا. ماذا فعلتم؟ لقد أسقطتم الهاتف. أوبس، هذا محرج. ما خطبه يا أليكس؟ أخبرني. من الأفضل ألا تري. أوه لا، ليس هذا، لقد انكسر. آسف جولي، لم نقصد ذلك. دعونا لا نتشاجر، بل نرى ماذا لدي. أعتقد أنني سمعت صوتا غريبا. ما الذي يمكنني الحصول عليه؟ يبدو أنه يراوغني. لا أصدق عيني، إنه ضفدع. هل أنت جادة؟ مستحيل. أبعدوه عن رأسي. أنا آسف لكنني لن ألمسه. يبدو أنني تخلصت منه. لا، لقد قفز علي. كم هو غروي ولزج. خذ. ماذا فعلت جولي؟ كنت أنا أبتلعه. أعتقد أنه لا يجب أن نخاف منه. انظر كم هو لطيف. ماذا لو كان أميرا مسحور؟ سأحاول تقبيل الضفدع لكسر التعويذة. حسنا كيف، هل نجح؟ ميلا قبلت الضفدع. وماذا في ذلك؟ كان علي التحقق. ويجب أن أتحقق ماذا يوجد في خزنتي. هناك قبعة، لا أعرف ماذا أفعل بها. جربها وأنظر إذا كانت تليق بك. احذري، لقد قفز الضفدع مرة أخرى. انظري ماذا حدث له، يبدو أنه مصنوع من الشوكولاتة. هل هو شوكولاتة حقا؟ لذيذ. لقد اكتشفنا كيف تعمل القبعة. وأنا أعرف بالفعل ماذا يجب أن أضع فيها. ماذا تفعلين يا جولي؟ لقد نجحت بالفعل، حولت الهاتف إلى الشوكولاتة. فكرة عظيمة. كم هذا لذيذ. أنا بحاجة إلى تحويل شيء ما أيضا، لكن ليس لدي أي شيء. انظري جولي، أصبح أليكس شوكولاتة. ماذا تفعلين ميلا؟ لماذا تحتاج إلى أصبعه؟ قفي، ليس عليك أكلها. أنت على حق، لم أفكر. أعرف كيف أساعد أليكس، سأزيل القبعة فقط. حان دوري لأكون الأول. يبدو أنني حصلت على ضيافة لذيذة. واو، مخفوق الشوكولاتة. هذا يبدو جيدا جدا، هل ستشارك؟ أحتاج أولا إلى فتحه. ماذا ستفعل بدوني؟ أنت بحاجة إلى لفه هكذا. شكرا لك. الآن سوف تشارك معي. بالطبع لا. كيف فكرت هكذا؟ سأشربه بنفسي. بالمناسبة لذيذ جدا. أنت بخيل، لكنني ساعدتك. حسنا، خذ هذا. ماذا فعلت يا جولي؟ سكبت كل ما لدي من الكوكتيل. لو أنك قمت بالمشاركة كان سيبقى لك. بارعة جدا. حان دور ميلا. لا أريد فتحه، هناك بالتأكيد شيئا لا طعم له. حسنا، سمكة كريهة الرائحة. أخبرتكم. ماذا أفعل بها؟ لا أستطيع أن أضعها في فمي. تناول الطعام بسرعة وإلا سنختنق. لكني لا أريد، أنا فقط من أجلكم مستعدة للقيام بذلك. كم هي سيئة، مرعب. لن أكل هذه السمكة مرة أخرى في حياتي. هيا انتهي قريبا. حسنا حسنا، أعتقد من الأفضل أكل كل السمكة. واو، كيف هذا ممكن؟ لم أكن أعتقد أن ميلا قادرة على شيء من هذا القبيل. لقد رميت الحسك في وجهي. لكن هذا كان مضحك. ليس صحيحا، افتحي الخزنة. هناك حلوى واحدة. وماذا أفعل معها؟ ربما علي أكلها وهذا كل شيء. لذيذة لكنها صغيرة جدا. حبة واحدة وجبة غريبة. أوافقك. ربما لا يجب أن أبحث عن تفسير. ما الذي يحدث؟ نعم، وجهك مغطى بالحلوى. ويدي أيضا. هذه الحلوى مذهلة. انظروا، بدلا من الحلويات القديمة تظهر حلويات جديدة. هل يمكنني تجربتها أيضا؟ مذهل، كم هي لذيذة. انظروا، أنا مغطى بالحلوى أيضا. رائع، كم أحبه.
هل تريد يا ميلا؟ لا شكرا لك. هاي خزائن جديدة. أنا جاهزة لفتح خاصتي. واو، تحتوي على علبة نوتيلا بداخلها. بالضبط، وهي كبيرة. انتبهي أين ترمي القمامة جولي. كم هذا مؤلم. آسفة، لقد جعلتني نوتيلا غافلة جدا. فقط لا أستطيع الانتظار لتجربتها. انظروا إلى هذه الشوكولاتة، إنها متعة حقيقية. وأنا أيضا أريد. مذهل، حصلت على القليل، شكرا. لا تجرؤ على الاقتراب من النوتيلا مرة أخرى يا أليكس، لن أعطيها لأي شخص. جولي أنت متسخة. وماذا في ذلك؟ أولا، يبدو أن يدي عالقة في الجرة. يبدو أن شخصا ما يحتاج إلى مساعدة عاجلة. اسحب أليكس، لا أريد أن أمشي هكذا لبقية حياتي. أنا أسحب لكنني لا أنجح. ساعدوني أنا أسقط. لكنك نفسك طلبت ذلك. واو، لدي علبة نوتيلا الآن. إذا كنتم تسألون عن حالتي فأنا بخير. بصراحة لم نسأل. لماذا أخذت النوتيلا خاصتي؟ أوه، كم هو لذيذ. لا يزال هنا. حان الوقت للفتح. ماذا يوجد في خزنتي؟ اجلبوا أقنعة الغاز على وجه السرعة. إنها جبنة زرقاء. لن نحتاج إلى أقنعة الغاز إذا أكلتها الآن. أعتقد أن ميلا بحاجة إلى مساعدة. في الواقع لا، لم أطلب المساعدة. أعتقد أننا نجحنا، لقد أكلت كل شيء تقريبا. كيف هذا ممكن؟ أنا ذاهبة للتقيؤ الآن، أنا بالكاد أستطيع التحمل. من الجيد أن كل شيء سار على ما يرام، فقط خزنتي الغامضة بقيت. يبدو وكأنه ثقب أسود في الداخل. أنا، لماذا أنا غير محظوظة بزة واحدة فقط؟ لأن البقية لدي. كلا كلا، لدي كل البيتزا. فقط انظروا إلى هذا البرج. لديك عمود ضخم من البيتزا ولدي واحدة فقط، ليس عادلا. توقفي عن التذمر، من الأفضل أن تبدأ في الطعام حالا. آمل أن تكون البيتزا لذيذة على الأقل. بالتأكيد تبدو فاتحة للشهية أكثر من غيرها. لذيذة، فقط شهية. وكم يوجد جبنة، أنا أحب الجبن. مهلا، احذري. أنا لست كيس قمامة بالنسبة لك لترمي علي. حسنا، خذي هذا. لم أفعل ذلك عن قصد. أريد أن أتناول البيتزا بسرعة أيضا. منظرهم يسيل اللعاب. توصلت إلى طريقة لتناول الطعام بشكل أسرع وأكثر راحة حتى لا تتسخ يدي. واو، مرة أخرى. يا إلهي، لم أكن أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك. كيف فعلت هذا؟ البيتزا لذيذة، لذلك يمكنني فعل ذلك. ماذا حدث؟ يبدو أنك الآن بالتأكيد لن تصلي إلى البيتزا، لكننا نحن لن نرفضهم. أنا بحاجة ماسة إلى العودة إلى طبيعتي. أين البيتزا الخاصة بي؟ من سرقها؟ حقا، من يجرؤ على ذلك؟ يا لكم من لصوص، كيف لا تخجلون؟ لا نخجل على الإطلاق، لأنني أفكر فقط في كيفية أكل البيتزا الخاصة بي. حسنا، البيتزا اللذيذة لدي، حان الوقت لالتهامك. ربما لا يجب أن تأكلهم من القاعدة. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا هو، لقد قلنا لك. نعم، كان هناك سقوط بيتزا حقيقي. لماذا هذا العقاب لي؟ أنا أكره الثوم. ومن يحبه حتى؟ لم يحالفكم الحظ، أنا لدي ثومة واحدة فقط. لماذا تضحكي؟ أنت أول من سيأكل. بكل سهولة، أنا لست جبانا، لذلك سأتعامل معها بسرعة. الشيء الرئيسي ألا يغمى علي.
أفضل. يبدو أنني بلغت في تقدير قوتي. هذه القمامة غير واقعية بكل بساطة. يكفي بالنسبة لي. ماذا؟ يجب أن تنهي كل الثوم. لدي هدية لك، عصارة الثوم. يمكننا وضع كل الثوم فيها وعصرها في فمك. لا أريد أن أمرض أو سيغمى علي. لم أكن أطلب منك. هيا افتحي فمك. هذا فقط مقرف. أشعر وكأن قطة في فمي. الآن أنتم تفهمون ماذا أعني. أنا حتى أستطيع شمه. كم هذا كريه الرائحة مرعب. من الجيد أن لدي دائما علكة لمثل هذه المناسبات. شكرا جزيلا. لن تضطر إلى شم شيء بعد الآن. ولن أضطر إلى المعاناة. أليكس، حان دورك لأكل الثوم. لماذا أكله؟ انظروا إلى هذه القلادة الرائعة التي يمكنني أن أصنعها من. توقف عن العبث، عليك أكله. أوكي. حسناً، لكن أولاً أحتاج إلى التخلص من كل شيء زائد. لهذا أحتاج إلى إناء ضخم. أهزه جيداً. والآن لن يتبقى سوى الحصوص، مما يعني أنه يمكنني تناوله. واو، لم أتذوق أبداً أي شيء أكثر سوءاً في حياتي. الآن عرفت الرائحة التي كانت تنبعث من فمي. يمكن لمشبك الغسيل أن يساعدني. هذا لم يعد كافياً. أنا بحاجة إلى رش معطر الجو في كل مكان. يبدو أن معطر الجو لا يساعد. أنا بحاجة إلى تحييد مصدر الرائحة الكريهة. لقد نجحت، لكن لا تحاول تكرار ذلك في المنزل، لأن معطر الجو خطير جداً. لكن لا رائحة كريهة من فمي. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا كل الثوم. لا أستطيع تحمله منذ الصغر. إذا رأيتم وجهي يتحول إلى اللون الأخضر ساعدوني أتوسل إليكم. ما هذا الهراء؟ لماذا أنت مستعجلة؟ لا حاجة للتسرع. لكن بهذه الطريقة سأتعامل بسرعة مع كل هذا الثوم. واو، يا لها من شجاعة ويا لها من سرعة. جودي، أنت رائعة. انتهيت، لا مزيد من الثوم. واو، يا لها من رائحة. جولي، أنا آسف، لكن علينا عزلك، وبعدها سننتهي من هذه الرائحة الكريهة. مهلا، لماذا؟ لا أستطيع التنفس، سيغمى علي. نجحنا أخيرا، لا رائحة كريهة في الغرفة. وأنا أصبحت أفضل بكثير. يا رفاق، حظي سيء، لدي حبة واحدة من التيك تاك. وأنا محظوظ، لدي علبة كاملة. انظر من هو المحظوظ. نعم، كان يجب أن أحصل على مجموعة من الأشياء الجيدة يوما ما. ميلا، لديك أقل شيء، ابدأي. أعتقد أن تناول قطعة واحدة من الحلوى لن يكون صعبا بالنسبة لي. لذيذ، لكنه صغير بشكل رهيب. أليكس، دورك الآن. أخيرا، الآن سنحصل على هذا. ماذا يحدث؟ لماذا لا تنسكب؟ أين الحلوى الخاصة بي؟ ترك أليكس بدون حلوى. اللعنة، قمت بتشتيت كل الحلوى على الطاولة. أعتقد أنه يمكنني جمعها بسرعة باستخدام قشة عادية. انتهيت. جولي، أنت الوحيدة المتبقية. ليس لدي فقط حزمة ضخمة من الحلوى، لدي مجموعة كاملة من العبوات العادية. نعم، هذا يكفي للجميع. لا، كل الحلويات لي، أنا أحبها جدا، لذلك سوف أكل العديد من العبوات والعديد من الحلويات. شهي. اللعنة، لم تشارك معنا حتى. حسنا، أنا أعرف طريقة كيف نسرق علبة واحدة. تادام، إنها حلوياتنا. حسنا، قفوا، ألا تخجل من السرقة؟ لا توجد أدلة، لن تثبت أي شيء. الآن سوف أعلمكم درسا. سيكون انتقام جولي رهيبا. ارفعوا يديكم، استسلموا.
ما رأيكم؟ لتعرفوا كيف تسرقون اللذاذة. أوه، هذه حلويات، من الأفضل الإمساك بها. بالضبط. اللعنة، لم يتبقى لدي أي شيء، استخدمتهم بالإطلاق. لكنك شاركت مع أصدقائك. أعتقد أنه سيكون ممتع جداً. دعونا نفتح حالاً. فيتا، أنت تبدأي. أوه لا، يا لها من بداية رهيبة. أود أن أقول أنها شائكة. هل يجب أن أكل هذا الصبار؟ إنه مخيف جداً، سأؤذي نفسي بالتأكيد. حسناً، دعونا نأمل الأفضل. أوكي. إيو، كم هذا مؤلم، ربما يكفي. بالطبع لا، كلي بسرعة. يبدو أن لدي فكرة. لماذا أؤذي نفسي بينما يمكنني قطع كل الأبر؟ لدي كماشة مثالية. تادام، الآن لا يجب أن أعاني من كل قضمة. آمل أن يكون الصبار لذيذ على الأقل. حسناً، كيف؟ أكلته بسرعة كما لو أنه لذيذ. لا، لا شيء من هذا القبيل، إنه مقرف. مقزز. حان دوري الآن للفتح. لا، السيدات أولاً. على وعلى ذلك، لدي آيس كريم لذيذ، أحتاج إلى أكله بسرعة. فيتا، أين أخذت الآيس كريم خاصتي؟ أعيديه. لا، كما ترين، الكرات المستديرة يعني أنها لي. أعرف كيف أصلح الوضع. بعد هذا الدفء ستتحول الكرات إلى سائل، وبسبب الشكل المثلث للقرن ستكون المادة ملكي. كم هو لذيذ. سأكون آسفة جدا لو أعطيتك الآيس كريم. رائع جدا. شهي. أليكس، يمكنك الآن فتح الغطاء الخاص بك. أوكي. واو، يا له من جمال. هذه شطيرة شهية، تجعلني أرغب في التهامها في أسرع وقت. من الجيد معرفة أنني لست مضطر إلى المشاركة مع أي شخص. كل شيء لي. تقول كل شيء لك. لدي خطة، أنا أيضا جائعة. أليكس، فيتا تنادي. الآن ستساعدني سكين في تحويل الشطيرة المربعة إلى مثلثين. سامحني يا أليكس، لكن كان علي فعل ذلك. كما تعلم أنا جائعة أيضا. أوه حسنا، دعونا نرى كم ستحب الشطيرة مع الفلفل المثلث. أعتقد أنه سيكون مرح جدا. كمان. لذيذ. إنه لأمر مؤسف يا أليكس أنك لست أنت من تأكل السندويشات. أوه لا، ليس من المؤسف على الإطلاق. من الواضح أن هناك شيء خاطئ. من أين أتى الفلفل؟ ساعدوني. لدي شيء للمساعدة في إخماد نيرانك. هيا اشربي. من فضلك أعطني هذا السائل بسرعة. ماذا شربت التو؟ يا له من عرض. دعونا نرى ماذا لدينا في هذه الجولة. فيتا عندها شيبس، لكن ماذا عني؟ آمل أن أكون محظوظاً أيضاً. لا، لست كلباً لآكل طعام الكلاب، لا أريد فعل ذلك. أنت لست مضطر لذلك لأنني سأكل أولاً. أريد أن أتناول هذا البطيخ بسرعة. كم هو الشهي، فقط مناسب ليوم صيفي حار. أنا أعلم كيف أحضر لنفسي بعض البطيخ بملعقة خاصة. كيسي، أمسكي هذه الملعقة، ستجعل الأكل ألذ. شكراً لك. هذا حقاً مريح. الآن فقط هذا البطيخ لي، لأنك قطعتيه إلى قطع مستديرة. انظري عن كثب في المرة القادمة. أعتقد أن قصة البطيخ ستعلمك الكثير. نعم، سأريك الآن. خذي هذا. بدون فائدة، يمكنك رمي بقدر ما تريدي. في غضون ذلك سوف أتناول البطيخ. بسببك لم يتبقى لي شيء من هذا البطيخ. على الرغم، بعض بقايا الطعام سوف أكلها دون مساعدة أحد. انتهيت. فيتا، حان دورك. أعتقد أن الشيبس سيكون لذيذا جدا، خاصة البرينجلز، أنا فقط أحبهم.
أنا أيضاً أحتاج إلى حرمان فيتامين الشيبس. من الجيد أنني أحتاج إلى فقط هذه العبوة لهذا الغرض. غريب، لماذا هي فارغة؟ أين كل الشيبس؟ أوه، من تجرأ على تفتيتهم هكذا؟ الشيبس لذيذ بأي شكل، لكن علي أن أكل طعم الكلاب، هذا مقرف، حتى أن رائحته كريهة جداً. يبدو أنني سأمت منه، ربما لن أكله. ماذا سوف تأكله؟ فقط انظروا كم هو قبيح، على الأقل سأحتاج إلى التجريب. مقرف رهيب، مقزز. يجب أن تأكل طعام الكلاب بأطباق خاصة. قل شكراً لأنني أحضرت واحداً لك. نعم شكراً، الطعام يبدو أسوأ في هذا الوعاء، أنا فقط لا أستطيع أكله بالملعقة. سوف أساعدك، الشيء الرئيسي هو عدم التحرك. سأطعمك على أي حال. خذ هذا، هل تحبه؟ مقرف، لم أجرب أي شيء أسوأ في حياتي. أتعتقدون أن هذا مضحك؟ الآن سوف أريكم ما هو المضحك حقا. كيف تجرؤ؟ ستصبح رائحتنا مثل الكلاب. يا فتيات، من برأيكم سيكون محظوظ هذه المرة؟ الآن سوف نكتشف. بالتأكيد ليس أنا، لكنني محظوظ، أنا أحب السوشي. أنا أيضاً لدي شوكولاتة، إلى جانب ذلك إنها لذيذة جداً. من الصعب جداً العثور عليها في المتاجر، لذلك هي قيمة. أعلم أن الجميع هنا يسيل لعابه بالفعل، لكنني لن أشارك. إنه فتح للشاي للغاية وأيضاً لذيذ. أريد أن أتناول كل الشرائح المثلثة بسرعة. إنه لأمر رائع، علي أن أظهر للشوكولاتة بعض حيال الكاراتيه. انتهيت، الآن الجميع يعلم أن كيسي يمكنها الرد. الآن سأريكم خدعة، امساك الشوكولاتة بفمي. لكن هذا ليس كل شيء، الجميع يستطيع التقاط شريحة واحدة، لكن عدة شرائح أكثر صعوبة. ولم أتمكن من التقاط أي واحدة، يا له من عار. هيا، الشيء الرئيسي هو أنه يمكنني البدء في السوشي. أولا خذ عيدان تناول الطعام. أوه لا، لم أتمكن أبدا من تناول الطعام معهم. علي أن أتعلم وإلا لن أكل شيء. لكن من يمنعني من استخدام العيدان بشكل مختلف؟ على سبيل المثال أضع السوشي عليها وأتناوله بهذه الطريقة، إنه رائع ومريح والأيدي نظيفة. ماذا عن المشاركة مع أصدقائك؟ لا، على وعلى ذلك لماذا تحتاج السوشي؟ الليمون العصيري جدا في انتظارك. أستطيع أن أتخيل كم هو حامض. مقرف، أبعدوه، لم أكن أعلم أن الليمون يعود مثل القرص الطائر. ابتعد، يبدو أنه مصيرك. ها؟ أوكي. قواعد التحدي الغبية. بالضبط، اكتشفت للتو كيف سأجعل الليمون أقل قرفاً. أحتاج إلى تقشير القشرة. أوبس، أليكس أنا آسفة، على الرغم أن تسريحة شعرك الجديدة تتناسب مع قميصك الأصفر. حسناً، سأتوقف عن العبث، إنه وقت الأكل. أعتقد أن الليمون جعلني أتقلص قليلاً. أحتاج إلى دش منعش. أوه، الآن أفضل بكثير. ليس البصل، لا أريد، رائحته كريهة. يا لها من شريحة بيتزا ضخمة رائعة. ولدي بودرة فوارة شهية، أنا أعشقها. آمل ألا تمانعوا إذا أكلت البصل السيء أولاً، أنا حقاً أريد أن أنتهي منه، ولا أريد تركه لوقت لاحق. حسناً، هل هو لذيذ؟ توقفوا عن الاستهزاء به، هذا صعب للغاية. لو تعرفون كم هو مقرف، لو أخذتم قضمة ستتقيأوا. أريد إخراج شيئاً ما. أوه، الرائحة كريهة، أعتقد أننا نفهم شعورك الآن. المعذرة. حسناً، رصدت نقانق دائرية على بيتزا كيسي، هذا يعني أنهم لي.
كم هذا جميل أن تعرفوا فجأة أنكم تنتظرون لذاذة. وإذا قمت بقص قطعة صغيرة يمكنني جعلها مربعة، هذا يعني أنني سأكون قادر على تجديد طاقتي. الشيء الرئيسي هو عدم جعل يدي متسخة لأن لدي بودرة فوارة بعد ذلك. كيف تجرؤ؟ ألا تخجل؟ هذه البيتزا خاصتي. القطعة مربعة يعني أنها ملكي. حسناً، لم يتبقى لي شيء تقريباً. من الجيد أنهم لم يأخذوا كل شيء، علي الاستمتاع بهذه القطعة. وأنا لدي مجموعة كاملة من البوب. أوكي. أنا مهتم جداً بتناوله، يبدو واعداً جداً. واو، في الواقع رائع. لكن لا تتأملوا، سوف أكله بنفسي. كم هو لذيذ، أنا أريد أكثر. أليكس البخيل سوف يحصل على البودرة على رأسه. هذا أفضل، لتعرف كيف تتعامل مع أصدقائك.